إليكم اللحظة الحاسمة، لحظة دخول الفنان نوال زغبي إلى مسرح مدينة بابل لإحياء مهرجان بابل اليوم الثاني، وسط صراخ وهتافات الجمهور العراقي عليها. تابعوا معنا تفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. أحيت الفنانة نوال الزغبي اليوم الجمعة حفلا فنيا إلى جانب كل من الفنانين العراقيين صلاح حسن وماهر أحمد في مهرجان بابل الدولي. قبل صعودها للمسرح، الفنانة نوال الزغبي كتبت تعليق على الإنستجرام: أنتظركم بحماس كبير في مهرجان بابل الدولي يوم الجمعة 29 من أكتوبر. مهرجان بابل الذي انطلقت دورته الأولى سنة 1985، توقف منذ عام 2003 أثر الاجتياح الأمريكي للعراق، ليعود هذه السنة وسط جدال وتهديدات لمنع الغناء على مسرح بابل الذي يعود إلى حقبة الإسكندر المقدوني من الفترة المتأخرة للعهد البابلي الحديث، ويتسع المسرح ل3000 شخص. الفنانة نوال الزغبي أشعلت مسرح بابل برأسها وغنائها وأسعدت الجمهور العراقي.